بالنسبة لل الواجهة السفلي لقاعات الجمجمة بلش من الأمام بالخلف. لكن توقفوا على الكراسي ما راح تشوفوا شيء. عندنا طبعا الدرز السمخي بس لا تسكروا الا شو اسمه بدي يصور بس يطلع كل بدي يطلع ما مش طلع الدرز السمخي عفوا الناتي السمخي من عظم الفك العلوي. عندنا الناتي الحنكي من كل جانب في عندنا ناتي اسمه ناتي الحنكي الخلفي الصفيحة الأفقي من العظم الحنك. بيناتهم في درز بيسموه الدرز الحنكي الناصف. في المنتصف في الحفرة القاطعي والثقبي القاطعي من العصب الحنكي الكبير العصب الأنفي الحنكي الأنفي الحنكي والشرايين الحنكي الكبير. نجي للخلف هون في عنا شايفين مثل بروز صغير للأمام منه موجود الثقبي الثقبي الحنكي الكبرى. من الخلف منه موجود الثقب الحنكي الصغرى. إذا في ثقب واحد هي الثقب الحنكي الكبرى بيمر منها الأعصاب الحنكي الأمامية والثقب الحنكي الصغرى بيمر منها الأعصاب الحنكي المتوسطة والخلفية. هون عنا الشوك الأنفي الخلفي بترتكز عليه العضلة عضلة اللهات. نيجي للخلف في عنا شايفين هذا كله اللي هو عبارة عن الناتي الجناحي من عظم الوتدي. طبعا الناتي الجناحي له صفيحة وحشية صفيحة أنسية. الصفيحة الأنسية نهايتها شايفين هون في شيء اسمه الشص الجناحي هذا بيدور عليه وتر العضلي موترة الحفاف أو موترة الحنك الرخو. الشص الجناحي على الصفيحة الأنسية بين الصفيحة الأنسية والصفيحة الوحشية في تلمي تمتلئ بها البنية هاي شايفينها هون هاي هون هاي الناتي الهرمي من العظم الحنك. الحنك بنعرف انه الصفيحة الأفقية الصفيحة العمودية تنتقى من الحافة الوحشية للصفيحة الأفقية وهون عندنا الناتي الهرمي بيطلع من مكان التقاء الأفقي مع العمودي وبيملأ التلمي الموجودة التلمي الجناحي يسموها. عندنا الحفرة الجناحية. الحفرة الجناحية هي بين الصفيحتين للأسفل منها موجودة الحفرة الزورقية. طبعا الحفرة الزورقية هي عملية زي ما احنا حطينا بها الشكل وصارت الحفرة الزورقية وين؟ أعلى الحفرة الجناحية. ذاك بالكتاب النظري يقول لك الحفرة الزورقية أعلى من الحفرة الجناحية. أنا هلا عم بشرح كان هيك فهي صار الأسفل بس الوضع التشريحي هذا هو بتكون هي للأعلى. هون عندنا نجي للخلف عندنا طبعا جسم الوتدي بتمفصل مع الجزء القاعدي من عظم القزالي بدرز شايفين هذا هون الدرز بيناتهم. هذا الجزء القاعدي عليه شايفين الحدب البلعومية وعلى الجوانب في بوارز بتتركز عليه العضلة الطويلة الرأسية والمستقيمة الرأسية. للخلف في عنا الثقب اللقمة عفوا القزالية. الأسفل منها موجود النفق تحت اللساني هذا هو النفق مساحة اللساني. للخلف موجود النفق اللقمي النفق اللقمي. لا تفت عينيك اطلع يلا. للجانب الخط المتوسط بنلاحظ هلا هون شايفين في شيء اسمه الجناح الكبير للعظم الوتدي يقع ما بين الوجه السفلي هذا هو الوجه السفلي لعظم الصخرة وهون عندنا الوجه القسم السفلي الوجه السفلي القسم الأفقي من العظم الصدري. هلا خلينا نبلش من هون من الثقب. عندنا هون ثقبي بسموها الثقبي الممزقة شايفينها الثقب الممزقة وين توقع عند ذروة الصخرة نفس الشيء بالجهة الثانية
الثقبي الممزقة. طبعا هي الثقبي الممزقة العنصر الأساسي اللي بمر فيها هو العصب الصخري الكبير. العصب الصخري الكبير ده الوحشة منه من الثقب الممزقة. ملاحظين في ثقبة كبيرة اللي هي على الجناح الكبير للوتدة اللي هي الثقبة البيضية. نحن بنعرف على الوجه الداخلي هلا راح نشوفهم في ثلاث ثقب مدورة بيضية شوكية. على الوجه السفلي الثقبة البيضية على الطرف الثاني هذه هاي الثقبة البيضية. في الأسفل منها موجود الثقبة الشوكية بيضية شوكية بيضية شوكية بيضية شوكية هون. طبعا هذا الثقب تنتهي الموجودات على الوجه السفلي بينما الثقبة المدورة وين بتكونها موجودة على الحفرة الجناحية الحنكية تفتح على الحفرة الجناحية الحنكية بالأحرى. هي موجودة على الوجه الداخلي بس تفتح وين بالحفرة الجناحية الحنكية بينما الثقب المدور تفتح بالحفرة تحت صدغي. هي الحفرة تحت الصدغي هون صارت حفرة تحت الصدغية. فهي الثقبة المدورة وين تفتح الثقبة العفوا البيضية على الحفرة تحت صدغي بينما الحفرة الجناحية الحنكية صارت للأنسي هون تفتح عليه الثقبة مدورة. إذا ثقبة ممزقة ثقبة بيضية ثقبة شوكية. منتابع الخلف هون عنا الفوهة الظاهرة لنفق الشريان السباتي اللي بيمشي ضمن الصخرة ونشوف هلا كيف بيطلع من ذروة الصخرة. عنا هون للخلف الحفرة هاي شايفينها في حفرة وضمنها موجودة شو موجود عمر فلاش إذا في فلاش عندك شايفين هون جواتها موجود الثقبة الوداجية. الثقبة الوداجية ضمنها ناتئ فيه هو الناتئ الوداجي بسموه قاسمها لقسمين الزمد بس دكتور خلاص ناتئ الوداجي ضمن الثقبة شايفين مثل بروز اسمه الناتئ الوداجي. إذا الثقبة الوداجية عندنا للخلف الثقبة الإبرية الخشائية. الثقبة الإبرية الخشائية اللي بمر منها أو بغادر عصب الوجه الجمجمة ناتئ الإبري. عندنا في شغلتين كمان مهمات هون في شق اسمه الشق الصخري الطبلي. الشق الصخري الطبلي اللي بمر فيه العصب حبل الطبل اللي هو كمان فرع من العصب الوجهي. الشق الصخري الطبلي في عندنا يسموه تلم الأنبوب السمعي أو نفير وستاش. هون نفير وستاش اللي هو بيوصل بين الإذن الوسطى وبين العموم الأنفي. تلم نفير وستاش وين التلم نفير وستاش؟ هون. طبعا جزء الطبلي هذا هو الجزء الطبلي عندنا بالخلف الناتئ الخشائي التلم الخشائي والتلمزات البطنين الشامخ الخشائي وتلم الشريان القزالي. هون عندنا طبعا حفرة الفك السفلي وهون عندنا الحدبي المفصلي هون جزري الناتئ الوجني جزر طولاني وجزر معترض. بتقريح في السفلي هاي كل الأمام من مسمى السمع الظاهر. الثقب الخشائي هون الثقب الخشائي الثقب الإبري الخشائي هون لا تخلط طبيعي طبيعي الثقب الإبري الخشائي الخشائي هذا الوجه السفلي. الوجه الداخلي أو المخي ينقسم لا حفرة أمامية حفرة متوسطة وحفرة خلفية. حفرة الأمامية شايفين حدودها هي صدفة العظم الجبهي. حافة الخلفية اللي هي حافة الخلفية حافة الخلفية للصفيح الحججي مع الجناح الصغير. تمام
طبعا هون بسموه زهر السرج. زهر السرج. بس زهر السرج لا هذا ما بي هذا الحفرة المتوسطة. أرضيتها عبارة عن صفيحة حجاجية. هاي الصفيحة الحجاجية من العظم الجبهي. وعندنا الجناح الصغير هذا هو الجناح الصغير. اللي هو شكله مثلثي وبيعمل ناتئ بسموه الناتئ السريري الأمامي. إذا ناتئ سريري أمامي ناتئ سريري أمامي. هو راح تشوفه. ناتئ سريري من الجناح الصغير هيك؟ نعم. هو أنا شايفين الجسم طبعا ال أو قبل ما نكمل الخلف. إذا صفيحة حجاجية صفيحة حجاجية بيناتهم الصفيحة المصفوية. الصفيحة المصفوية نوضح لنا السقف مشان تكون السقف واضح عليكم. صفيحة المصفوية عندنا عرف الديب عندنا العرف الجبهي وبيناتهم سقفي شايفينها السقفي هاي هي سقفي العورة السقفي العورة بينت هاي بالنسبة لأرضية الحفرة الأمامية. الحفرة المتوسطة بتكون تشكل من جزء جناح كبير مركزي وجزئين جانبيين. الجزء المركزي هو جسم العظم الوتدي. جسم العظم الوتدي بنلاحظ من الأمام للخلف على السطح العلوي له. أول شيء هذا الناتئ بسموه الناتئ الغربالي بتوصل مع الصفيحة المصفوية. شايفينه هون هذا الناتئ الغربالي. هون كله هذا شكله اسمه الخد الوتدي. هذا خد الوتدي. هون عندنا حدبي هي حدبي السرج التركي. حدبة السرج. هون عندنا التلم التصالبي اللي بتصالب فيه العصب البصري. طبعا هذا هو العصب البصري. هذا واحد وهذا اثنين ومعه شايفين لمعة الشريان العيني. واضح على الشريان العيني العصب البصري. اثنيناتهم يمروا بالنفق البصري اللي بتشكل بين جذري الجناح الصغير. هاد جزر وهاد جزر بشكله النفق. اذا الخد الحدبة السرج التركي التلم التصالب البصري. هون عندنا حفرة الغدة النخامية تسكنها الغدة النخامية. وهون عندنا ظهر السرج التركي. سر حدبي وظهر. في عندنا هون شكل مثل مربعة صفيحة مربعة بسموها ظهر السرج التركي. هون بتكون تشوفوها بالشكل هاي. هاي بتتمفصل مع جزء القاعدة من العظم الغزالي. الناتئ السريري الخلفي وين؟ الناتئ السريري الخلفي هذا هو هون مبين أكثر. هذا هو واضح كثير. الناتئ السريري الخلفي بيطلع من ظهر السرج. ناتئ سريري أمامي ناتئ سريري أمامي من الجناح الصغير وناتئ سريري خلفي ناتئ سريري خلفي من ظهر السرج. هاي على ظهر على الوجه العلوي لجسم الوتدي. على الجانب بنلاحظ في هذا اللي ماسكه أنا هذا هو الشريان السباتي الباطن بيمشي بالتلم. هذا التلم شايفينه هون على جانب جسم الوتدي اللي بيمشي فيه شريان سباتي الباطن. نفس الشيء هذا هذا شريان سباتي باطن كيف ماشي شايفين به تلم. طبعا شريان سباتي الباطن بيدخل ضمن هاي عظم الصخره بيطلع من الذروه من ذروتها وبيمشي بها التلم وبيعطي الشريان العيني وبعدين بيعطي الشريان المخي. هذا هو نفسه شايفينه. مبين شي الشريان العيني. كنا عم نحكي صرنا ساعة. هذا العصب البصري. هذا الشريان. هذا هون الشريان العيني والعصب. هلا الحفرة المتوسطة تتشكل بين الحافة العلوية للصخرة شايفين ظهر السرج بالخلف وبين الحافة الخلفية للحفرة الأمامية.
أرضيتها بتتشكل بشكل أساسي من جناح الكبير لعظم الوتدي ومن الوجه الأمامي لعظم الصخرة. على الجناح الكبير في ثلاث ثقوب أو بالأحرى نبلش بالشق العلوي، شق الحجاج العلوي. هذا هو شق الحجاج العلوي، شايفينه واضح كثير بين الجناح الصغير والجناح الكبير، وبتمر فيه هالأعصاب الثلاثة اللي هن محرك العين والبكري والمباعد والمباعد والشرع الثالث من الخامس إضافي للخامس اللي هلا بنشوفه. اللي شايفين ثلاثة هودي هاي ثلاث أعصاب، يعني ما في داعي نقدر نميز بيناتهم صراحة، ما نقدر نميز بيناتهم بالشكل الدقيق، بس اسمعهم احنا اللي بيمروا بهذا انه هالثلاثة هودي بيمروا العصب الخامس اللي فرق بس فرق الخامس هذا. هاي العقدي، هاي عقدة مثلث توائم او عقدة ياسر، شايفين عاطي بشكل جيد جدا، بيروح فيها الفك السفلي. هذا العصب شو اسمه دكتور؟ هذا من الاعصاب المحركه للعين اللي داخل بالثقب البيضية، الفك العلوي، البيضي، الفك العلوي، الفك السفلي، الثقب المدور، انقسام الفك السفلي بالثقب البيضية، الفك العلوي بالثقب المدورة، والعينة بالشق الحجاج العلوي مرافق للأعصاب المحركة للعين. هاي هي عقدة قاسر، وإلى انطباع على الوجه الأمامي للصخرة اللي هو هذا انطباع عقدة قاسر، شايفينه انطباع عقدة قاسر. نفس الشيء هاي العقدة كمان شايفين هون عنا شلون العصب العينة، هون الفك العلوي وهون الفك السفلي. منتابع منشوف انه هون على الوجه الامامي للصخرة هالشكل خط ابيض اذا شايفينه موجود هون كمان، هذا هون شايفين الخط الابيض، هذا هو العصب الصخري الكبير، بيطلع من الصخرة بالفرج هون وبيدخل بهالتلم هون، بيمشي هيك وبينزل على الثقبة ممزقة ليوصل العقدة جناحي الحناكي. العصب الصخري كبير للوحشة منه هون، في عنا ثقبة شايفين صغيرة هون، بيمشي العصب الصخري الصغير اللي هو فرع من الضفيرة الطبلية، فرع الضفيرة الطبلية بتتشكل من العصب بالعوم اللساني، بيروح على الثقبة البيضية هون كمان، مكان ما يمر الصخرة الكبير، الصخرة الكبير بيروح مكان ما بيطلعوا من الصخرة، انه بيكونوا موجودين بتشكلوا من الصخرة وبيطلعوا فبيطلعوا بها الفرجي او الثقبي بسموها فرجي العصب، وبيمشي بعدين بيرجع بيطلع الصخر الكبير على الصخر الممزقة والصخر الصغير على على الثقب البيضي. هون شايفين مثل بروز، هذا بسموه البارز المقوسي. للوحشة منا موجود سطح اللي هون سقف الطبل، سقف الطبل او جوف الطبل اللي هو نفسه الاذن الوسطى. عندنا في جيب الصخري العلوي وجيب الصخري السفلي، جيب الصخري العلوي وجيب الصخري السفلي هودي بينزحوا الدم من جيب الكهفي. جيب الكهفي مثل انه هو بيكون على جانب جسم الوتدي هون بهالمنطقة، طبعا بحيط بالشريان سبات الباطن. جيب الكهفي، جيب الصخري العلوي بينزح الدم منه بيمشي على الحافي العلوي للصخرة، بيضل ماشي لوين؟ على التلم، على الجيب المستعرض، تلم الجيب المستعرض، هذا الجيب الصخري العلوي. بينما الجيب الصخري السفلي بينزح دم من جيب الكهفي، هذا هو تلمه، وبيروح على الثقب الوداجي، على الوريد الوداجي الباطن. هذا نفس الشيء كمان واضح، تلم الجيب الصخري السفلي. على الوجه بنجي هلا على الحفره الخلفيه، الحفره الخلفيه تتشكل من الوجه الخلفي للصخره ومن الجزئين الجانبيين ومن الصدفي ومن المنحدر. بنلاحظ عليها هون في عندنا حدبي شايفينها واضحه، هي الحدبي الوداجيه. الحدبي الوداجيه الاسفل منها موجود النفق تحت اللساني، هذه فروع أو ألياف العصب
تحت اللسانة بها النفق. هون هون عنا الثقب الوداجية اللي بكون موجودة بين الحافة السفلي للصخرة وبين الجزء الجانبي أو الحدب الوداجي. طبعا هاي كمان ألياف الأعصاب اللي بتمر الثلاثة اللي هي 9 و10 و11. بالخلف عنا ملتقى جيوب. هون ملتقى جيوب عنا هون تلم الجيب السهم العلوي اللي بيجي من الأمام للخلف. عنا الجيب المستعرض اليمين واليسار وبنتهي ب شايفين بشكل اس، هذا حرف اس او الجيب السيني اللي بيكون على الوجه الداخلي للخشان، هذا هو الجيب السيني بيروح على الحفرة الوداجية على الثقب الوداجية. هذا شايفينه هون طبعا الجزء الدماغ، وهون عنا الشريان القاعدي الشريان الفقري، شريان فقري ايمن وايسر بشكل شريان قاعدي. مسم السمع الباطن، هذا صحيح ما حكينا، مسم السمع الباطن هذا اللي بيمشي فيه العصب الوجهي والعصب الدهليز القوقعي، عصبين بيدخلوا بمسم السمع الباطن. بس الثقب تحت اللسان يعني دكتور؟ النفق تحت اللسان هذا هو هون وضح، وهون حكينا عنها. لا هاي تمام تمام.